ولا في الزيت نورمال تو في القهوي دوره. كانت عندنا نحن الغبره بلاد خليط، شبابنا قاعد يمشي ومعاته وحالته تدهور. اليوم شرفنا السيد الوزير بالزياره نتاعو. احنا كتوانسه ما عادش عندنا ثقه راه. في جلسه عامه بمجلس النواب بتاريخ 24 جويليا 2023. خاطر كل شيء ديما كلام كلام كلام، ومرينا الى حد الان ماناش قاعدين نشوفوا في العمل، نشوفوا كان في الكلام، نسمعوا كان في الكلام. مشاكل الرياضه في الكرم والمنشات الرياضيه. اللي ثم هو معناتها اللي ثم اهمال كبير للشباب في الكرم. كرم عندها خرجة ابطال في الرياضه. ما بيشوفوا يزطل، بيشوفوا يعمل، بيشوفوا يسرق. فما طلبات اللي هي تكلفتها تفوت الاربع تقريبا 5 مليارات. بمطالب شكايه تقدموا بها للوزاره، وان شاء الله باش يعملوا تدقيق مالي في الحسابات نتاع الجمعيه. ماذا بينا تقعد جوكا وتقعد السيوكا. المساحه نتاعها ما ينجمش يكون عندنا زوج جمعيات، السيوكا ولي جوكا. خمج يزيد مش قاعده تنظاف البلاد. نحكي على الفساد بصفه عامه. حتى اللوجيكا معناتها ما يحبوش يعملوا لها سينيور. ان شاء الله ما اخوي ان شاء الله ما تكونش كيما اللي سبقتها. جاونا برشا هنا ومرينا منهم شيء. نحبوا حاجتنا بسنيور باش نكملوا في غرامنا وما نخرجوش للشارع. مش كان علي انا، حتى اصحابي اللي عندهم جونيور السنه والعام الجاي يمشي يمشي. بعد 25 جويليا ديما فما امل. بلاد عمرهم 12 سنه يبراكو، تولينا خايفين في البلاد هذه. حشتنا باش نكملوا باش ما نخرجوش نهملوا في الشارع خاطر ما نحبوش الشارع. اما يوصلوا للجونيور معناتها من الجونيور يمشي يمشي. وعندهم الفلوس وعندهم خليك اخويا المسؤولين هذوما موجودين، انا ما نجيش وما نعطيش فلوسي. ما فماش ناس اللي تتكلم وتفعل. مثلا البلديه تعطي الناس فلوس قيمه هكا والاخرين يعطوهم اقل. على خاطر وقفنا نشاط فرع كره القدم، وقفناه على خاطر ما فماش فلوس. معناتها اي 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 وما ثم حتى شيء في الاخ. هذا نشوفوه احنا في الكرم نشوفوه ظلم، معناها ظلم. هذا هو اللي صاير، كلهم ريتهم اللي تو قاعدين يزطلوا ويسرقوا ويعملوا كلهم كانوا في الجمعيه اللي حلاهم. لا عندنا سيفونسيون من البلديه، لا عندنا حتى مدخول. فخر الدين بن يوسف خرجت كورجيه من قبل. عاصمة مرحبا بكم. زيارة السيد الوزير تندرج في إطار المطالب اللي طلبنا فيها في جلسة عامة بمجلس النواب بتاريخ 24 جويليا 2023، وكانت لي جلسة معاه في مقر الوزارة نهار 5 أوت. حكينا على مشاكل الرياضة في الكرم والمنشآت الرياضية وشنو نجموا نعملوا للرياضة. عندنا مشكلة في استاد نتاع إنارة، حكينا فيها مع السيد الوزير. عندنا مشكلة نتاع قاعة مغطاة لأنه القاعة اللي عندنا صغيرة، ونحن نحبوا أكثر اختصاصات في الرياضة تكون عندنا في الكرم، ونحبوا نشجعوا زيد الفتيات باش يمارسوا الرياضه باش نحميوا صغيراتنا من الانحراف ومن الشارع ومن المخاطر اللي تحف بهم. وانتم تعرفوا معناها الكرم عندها خرجة ابطال في الرياضه، وان شاء الله السيد الوزير تفاعل معنا، والزياره نتاعو كانت اليوم خير دليل اللي هو خذ المطالب نتاعنا على محمل الجد. بالنسبه للخلافات هي كانت توصلت من مسيرين بالنادي الاولمبي للكرم بمطالب شكايه تقدموا بها للوزاره بتاريخ ديسمبر 2022، وكانت اخر شكايه في 2023. تواصلت مع السيد الوزير ومديته بالوثائق، وان شاء الله هو السيد الوزير كما كان يقول لكم بكريكه حل فيها بحث عديها للتفقديه، وان شاء الله باش يعملوا تدقيق مالي في الحسابات نتاع الجمعيه. واليوم انا طالبت انه الكرم بحكم المساحه نتاعها ما ينجمش يكون عندنا زوج جمعيات السيوكا ولي جوكا، قلنا نعملوا فيزيون بين زوج جمعيات تولي عندنا جمعيه واحده في الكرم، وان شاء الله المطالب نتاعنا تلقى. سمعنا سيد النايبه في وسط حرم البرلمان اتكلمت على ملفات فساد موجوده في الجمعيه هذه. انا حكيت على الفساد بصفه عامه، قلت تدقيق مالي. هو كي نقولوا تدقيق مالي ما اتهمناش شخص بعينه، ما قلناش فلان عنده فساد ولا حاجه. قلت له سيد الوزير وين وصلت معناها مقال شكايات في مطالب التدقيق المالي في جمعيه سيوكا، ونطالبوا بفتح ملفات الفساد. شنو كانت اجابه سيد الوزير؟ احال الملف للتفقدي باش ندقوا في الحسابات الماليه ومن بعد ننظروا في الموضوع. نظرتك كنايبه اليوم شنو اللي باش يصير في الكرم والوقت؟ هل مازال عندنا وقت باش نجموا نصلحوا ولا باش تصعب الحكايه اليوم؟ اكيد ديما متفائلين اللي جاي ان شاء الله خير. بعد 25 جويليا ديما فما امل، وديما فما اللي ديما انا الشعار نتاعي اللي نقوله من الحمله نتاعي، ان شاء الله الكرم غدوه خير، وان شاء الله الرياضه تتعافى في الكرم، وان شاء الله يرجع لها الاشعاع نتاعها والبريق نتاعها كيما خرجت ابطال. مازال عندنا ابطال اخرين صغيرين، وان شاء الله المستقبل خير في الكرم.
الكرم للرياضه. نحن الكلنا رانا جينا اليوم من اجل شباب الكرم ومن اجل منطقه الكرم. اليوم شرفنا السيد الوزير بالزياره نتاعو مع حضور جميع الاطراف، السيد النائب، السيد معتمد دلول، السيد المدير الجهوي للشباب والرياضه، والرؤساء الجمعيات، والناس الكل كانت حاضره. وعندنا طلبات انه باش ندعموا بهم المرافق نتاعنا في المنطقه نتاعنا والكل الفائده وصغيراتنا. فما طلبات اللي هي السيد الوزير قال باش ندرسوهم على خاطر تكلف برشا فلوس ويزم باعتمادات كبيره، على غرار انه باش نبعثوا قاعه رياضات الالعاب الجماعيه اللي تكلفتها تفوت الاربع تقريبا 5 مليارات. كذلك فعلنا تنوير نتاع الملعب نحاولوا باش نبدلوه، وكذلك اذا كان فما امكانيه نتاع فضاءات ومتاع مساحات انه باش نبعثوا ملعب احياء باش نلموا صغيراتنا ونحتضنوا الصغار نتاعنا وباش نبعدوهم على كل ما هو تشدد، نبعدوهم على كل شيء ونجبدوهم للرياضه ونربيهم ونحطوهم في السكه الصحيحه اللي هما غدوه باش يكونوا هما رجال البلاد. اليوم نشوفوا في حاله احتقان هكا في اولاد الكرم، ونشوفوا في هكا حاجات غير عاديه في سيرتو في ساد الكرم، شو اللي فما؟ اللي ثم هو معناتها اللي ثم اهمال كبير للشباب في الكرم. ما ثم معناتها يقولك استاد الكرم على خاطر عندنا زوج جمعيات لمين لا يجي ما نعرفش يجي 400 شباب معناتها ولا اكثر، معناتها وليدات صغار قاعدين تكوروا يحبوا يعملوا فيزيون، واحنا ماذا بينا معناتها الفيزيون ما تصيرش على خاطر باش يلمونا، على خاطر ما عندناش احياء ملاعب احياء وين تكور الصغار ولا حاجه، وهم يحبوا يعملوا فيزيون، احنا ماذا بينا تقعد دوجيكا وتقعد السيوكا، على خاطر هم تويك اللي لمين لينا الصغيرات الكليك على الاقل خل تخرج عقليتهم عقليه نظيفه، اللي قاعدين يعملوا فيه تويك هم معناتها من من من, من من حلق الواد الكرتاج ما عندناش ملاعب احياء، قاعدين يخرجوا لنا كان في الخلايق والبندية، طفل صغير عمره 14 سنة يحتكلك باللي عمره 20 سنة، شنو تحبوا يطلع؟ ما بيشوفوا يزطل، بيشوفوا يعمل، بيشوفوا يسرق، معناتها تولي معناتها هذيك كلها معناتها كلها اجرام قاعد يكثر لنا اكثر من اللي وهما راكدين على اوزانهم، معناتها هذا الشيء اللي خلانا معناتها تويك ولا ثم احتقان في البلاد من كثرة الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه، معناتها قاعد الخمج يزيد مش قاعدة تنظاف في البلاد، قاعد معناتها صغيراتنا قاعدين ماشيين البو ما عادش ولاده ما عادش تقدروا في البلاد هذي، معناتها صغير ما عادش يقدر بوه، معناتها يمشي يسرق، يمشي يعمل اي حاجه، ومكثرهم مبياتهم زوال ولا واحد وكل شيء يحبوا معناتها يعملوا لك معناتها كان مشاريع اللي معناتها تدخل لهم يفكروا كان في صوالحهم، الناس اللي عندها فلوس خويا قاعده تفكر كان في صوالحها، معناتها اعطيه باش يدخل فلوس، مش اعطيه معناتها باش يخدم البلاد. واحنا ماذا بينا معناتها هكا يكثرونا شويه من الاحياء من الملاعب الاحياء وسالات سبور، خلي العقليه تنظاف، خلي شبابنا معناتها يطلع نظيف، خلي معناتها امورنا تتريقل. لهنا هكا تشوف اللي يتكلموا يقول لك معناتها اللي يتكلموا يقول لك هاك ثم عندنا منتزه وعندنا ولدك صغير من حومه ما تبعد زوز كيلومتر معناتها باش يمشي لك ولدك عمره 4 سنين ولا 7 سنين معناتها باش يمشي يلعب في بلاصه بعيد عليك، يلزم ديما على عينيك. ماذا بينا اخويا يعملونا ملاعب احياء، يعملونا معناتها دي سال دي سبور في الحوم نتاعنا، خلي تلم صغيرات وخلي العقليه تنظاف وخلي معناتها ويعملونا في حاجات وما سماش صيانه، معناتها وقت تشوف معناتها هما حتى اللوجيكا معناتها ما يحبوش يعملوا لها سينيور، معناتها صغيرات يوصلوا للجونيور، صغار يوصل معناتها ملاعبيه وتبارك الله عليهم يوصلوا للجونيور، معناتها من بعد كلها تمشي للزباله، تمشي معناتها للشوارع، تمشي للشوارع، علاش؟ على خاطر ما عندناش سينيور باش يكملوا فيها، كان جا عندنا سينيور يكملوا فيها صح، اما يوصلوا للجونيور معناتها من الجونيور وين باش يمشي؟ اخي جمعيات مش تقبلهم الكل هذوما نورمالمون يعملونا نحن معناتها سنيور معناتها اللوجيكا زياد. باهي اليوم زياره سيد الوزير وزياره النايبه وشفنا المعتمد الاول زعما فما نتيجه بعد الزياره هذه ولا نشوفوها كزيارات سابقه وما شفنا احنا كتوانسه ما عادش عندنا ثقه راه، على خاطر كل شيء ديما كلام 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 ومرينا الى حد الان ماناش قاعدين نشوفوا في العمل، نشوفوا كان في الكلام، نسمعوا كان في الكلام وما سمع عمرنا ما رينا النتائج معناتها ولا العمل وينهم باهي وهم يتكلموا هاو ندرا شنيا هتا نشوفوها في المستقبل، ما نتكلمنا اليوم هتا نشوفوها في المستقبل تراها يصيرش هتا ترجعوا لنا وتشوفوا تصيرش حاجه معناتها في الملاعب الاحياء ولا في ما سماش ناس اللي تتكلم وتفعل، الكل كلام يسكتونا ومن بعد تالي يمشيوا ما عادش ينسيوه الموضوع ينسيوه. سؤال، هل خلت الكرم من رجال الاعمال ومن الرجال؟ ما ريناش ما
مريناش ولا فما شكون مسكر عليهم يا ولدي؟ مش حتى في الكرم بركه برا امشي انا كتاكسيستي، انا ندور فيها تونس الكليكه، انا هاني تاكسيستي وندور فيها لحوم الكليكه، برا امشي لحي التضامن، امشي للسجومي، امشي الملاسين، امشي يا ولدي فيها شويه الحين قاعده تزيدنا. كانت عندنا نحن الزاتله ولا الزاتله نورمال تو في القاوي دوره، كانت عندنا نحن الغبره برا الملاسين كي تدخل تقولش عليك داخل في نيس ولا وين تفيو كالكي شوز تفيو كالكي شوز، معناتها تحب حاجه معناتها البلاد خليت شبابنا قاعد يمشي ومعناتها حالته تدهور. كانت عندنا نحن اولاد عمرهم 12 سنه يبراكو، كانت عندنا نحن اولاد عمرهم 12 سنه يسرقوا، تويك هاك تشوف فيها معناتها البركه جات والسرق معناتها والشيء الهم اللي خارجنا، واحد ما عادش مأمن حتى على وليداته كي يمشيوا يترانوا ولا يمشيوا يقراوا يبركوهم ويفكوا لهم بورتابلواتهم ويفكوا لهم في فلوسهم. ما عادش ثم معناتها تويك ولد الدنيا معناتها ولينا خايفين في البلاد هذه، عدم الثقه، عدم معناتها الكلمه، معناتها اللي اعطيه يزرميك من قدام وكهو، معناتها اي وما ثم حتى شيء في الاخر. بالنسبه للتعمل اللي انت رجال عمال ما فماش يعني فما موجودين ملاعبيه قدم وعندهم الفلوس وعندهم خليك اخوي المسؤولين هذوما موجودين، انا ما نجيش وما نعطيش فلوسي. من 2016 هم موجودين يشتغلوا في الملعب كان سيدي ملك خاص. كل شيء بالفلوس. ترى انه زياره سيد الوزير اليوم باش تصير فيها حل، باش نلقاو فيها حلول اليوم في الكرم؟ انا ماذا بينا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما اخوي ان شاء الله ما تكونش كما اللي سبقتها. جاونا برشا هنا وما رينا منهم شيء. شنو هي طلباتكم انتم؟ طلباتنا مثلا تو كما نجم حق الكرم الجمعيه لعبت حتى في الناسيونال واحد كل شيء، ما عندهاش سنيور 2004 قربت 20 صغير 20 شاب فهمني بيشدوا الشارع ما يعملوا لهمش سنيور. هذا معقول؟ مثلا البلديه تعطي الناس بفلوس قيمه هكا والاخرين يعطوهم اقل، وقت اللي فما 300 شاب يلعب ينشط في نجم حق الكرم ما بانينا شيء. معناها ترى انه اليوم شباب الكرم يستحقوا انهم باش يكون عندهم السنيور؟ ما كانش الشارع باش ياكلهم راهو بالجرام ومن كل شيء. هذا هو اللي صاير كلهم ريتهم اللي تو قاعدين يزطلوا ويسرقوا ويعملوا كلهم كانوا في الجمعيه اللي حلاهم. فهمني هما هذاكم كانوا يلعبوا هنا الشارع هو اللي لقفهم. ايش تكلم؟ نحن نطلبوا كان ان شاء الله يحقق لنا طلباتنا خاطر نحبوا نكملوا غرامنا ونحبوا عندنا سنيور كما الجمعيات الاخرين، خاطر نحن من جمعيات الكبار اللي في تونس ولعبنا قبل ولعبت تعرفنا. نحبوا حاجتنا بسنيور باش نكملوا في غرامنا وما نخرجوش للشارع. المشكلة كان علينا حتى اصحابي اللي عندهم جونيور السنه والعام الجاي باش يمشيوا. باش نقعدوا في الشارع نحبوا سنيور نحبوا نترينيو وكا. ترى انه المركب اليوم باش يحمي برشا شباب اليوم كرم؟ بالطبيعة المغروم باش يجي باش يحميه باش يبعد على الشارع باش يبعد على كل شيء. العبد المغروم باش يتلهى في الكوره كهو في السبور، هو مغروم بحاجه باش يتبعها مش باش يغزر لحاجات اخرين، يعرفهم الحاجات اخرين خايبين. نحن مغرومين مانيش قاعدين نغزروا للشارع، نحن حاجتنا نحبوا نلعبوا كوره كهو هذيك طلباتنا، وما حاجتنا بحد شيء اخر، حاجتنا باش نكملوا باش ما نخرجوش نهملوا في الشارع خاطر ما نحبوش الشارع. اللي عنده بالطبيعه اللي عنده امكانيه في ساقيه باش يوصل بقدره الله، كان هو يكمل في غرامه ما يدوروش بها عبيد وما يملش من غرامه. كان هو مغروم بالرسمي باش يكمل في غرامه وباش يوصل بقدرة الله. انتي ان شاء الله ان شاء الله فما ان شاء الله يولي تولي عنا سنيور. معناها نقولوا اليوم المركب يخرج كورجيه، معناها خرج كورجيه من قبل فخر الدين بن يوسف خرجت كورجيه من قبل، خرجت لعبيت تعرف خرجت كورجيه من قبل برشا وصلنا حتى لعبه سنيور جمعيتنا. وين ترى روحك ان شاء الله نهار اخر؟ ان شاء الله بقدره الله را روحي في احسن حاجه، ما دمني مغروم ونلعب را روحي في احسن حاجه. معناها اليوم مطالبكم اليوم تنجم تكون تتوفر اليوم في الكرم ان شاء الله بقدره الله، كان فما رجال تخدم تتوفر مطالبنا في الكرم، ونطالبوا بالجامعه باش تقف معانا وتعطينا حقوقنا الكل كيما الجمعيات الكل، خاطر انا مانيش ناخذ في حتى حاجه معناها من حتى عبد. العبيد اللي تشوفهم راه يصرفوا من عندهم هم الماء يرحم والدي، هو السيد هو اللي يجيب لنا في الماء، حتى واحد ما يجيب لنا الماء. بالله انا عبد العزيز عياري كاتب عام سابق نجم اولمبي حق الواد الكرم، بالله انا نطالب الجامعه باش تسهل لنا ومعناها تسرع لنا تعطينا فرع على كابر، خلي باش اولادنا اولاد الجينيور هذوما وفهمني واولاد 2004 يكملوا ينشطوا في فرع على كابر. فهمت علاش يمشيوا للشارع؟ هذا نشوفوه احنا، هذا نشوفوه احنا في الكرم نشوفوه ظلم، معناها ظلم الفريق عريق اللي هو اسمه النجم الاولمبي حق الواد الكرم.
هذا نشوفوه ظلم من الجامعة، ظلم من الجامعة للنجم الأولمبي حق الوادي الكرم. علاش توا عندنا توا رجعنا نشاط فرع كرة القدم، عندنا توا 7 سنين ولا أكثر فهمني من اللي رجعنا، على خاطر وقفنا نشاط فرع كرة القدم، وقفناه على خاطر ما فماش فلوس. توا عاودنا نفس الحكاية، توا لا عندنا سوفونسيون من البلدية، لا عندنا حتى مدخول. توا رئيس الجمعية هو اللي قاعد يصرف، وإحنا لعذا قاعدين نصرف من جيبنا وما فماش. توا إحنا خايفين على أولادنا، هذوما 2004 و2005 هما اللي خايفين عليهم باش يمشيوا للشارع، فهمني. ومعناه ونطالبوا زادة، معناه نطالبوا بتجهيز قاعة رياضية عامة، معناها فهمت الفرع كرة الطائرة،